هذا هو العربي بورادة في محاولة الثالثة والأخيرة. يا الله بالفعل روعة كبيرة، ممكن تروح أكثر من هذا يا بورادة. إذن شاهد وبشكل رائع كيف سحب رجليه قبل مسافة كبيرة، ممكن يروح أكثر من التابع. سيداتي وسادتي ممكن 8 سنتيمترات 10 سنتيمترات العادي، الآن سوف يذهب إلى 2.07 متر. في هذه المجموعة يصبح بورعدة هو الأول، كل أخفق في المحاولات. المجموعة هذه المتكونة من 17 عداء ومتنافس. نذهب إلى المجموعة الثانية.